السلام ورحمة الله وبركاته متابعين وزملاء كي لاباس عليكم صاحبي خير، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اخوات حنا كنتواجدوا في جديد مراكش خسارة المجال الرقم المحلي ديالنا 147، الهاتف تاعنا هو 06074242053، اختصاصنا هو بيع الذهب 18 الكره. تنجي توصل جميع المدن المغربيه بالمجان في ما كنتو من طنجه حتى القويره. اليوم الاخوات غادي نبدا معكم اول حاجه واحد السلسله تاع البلجي. هانتوما شوفوا معايا الاخوات كي داير، اللهم بارك، شي حاجه طوب. هما الجرامات اللي فيهم الاخوات 24 غرام، 24 غرام مضروبه 590، 24 غرام مضروبه 590، جاو الاخوات هادو 14000 درهم، مليون و80000 درهم. ولكن الاخوات شوف معايا، اللهم بارك الصح والعمل، ومضوبلين الاخوات من الداخل، مضوبلين كما تشوفوا راه مضوبلين، حاجه فنه. اوكي الاخوات كذلك عندنا الهميزات تاعهم كذلك، حنا غنخلطو لهم كلشي الاخوات في الفيديو، كلشي غنخلطو الهميزات جديد كلشي، وانتم تفرجوا مع راسكم وخذوا راحتكم. دونك اخوات كاين عندنا هادو الهميزات، ها هما تشوفوا فيهم حلقات اللهم بارك على البال الكبار، شوفوا معايا اللهم بارك. الاخوات يبقى لكم فقط 520 درهم، 520 درهم فيهم 7 غرام فاصله 63 ضربه 520 اللي هي 3950، 3950 درهم. شوفوا الله ما بيش الطب فقط 3950 درهم. وكاين كذلك الاخوات الثاني جبنا لكم ميزه اخرى، جبنا لكم هاد العلقه ها هي تاع الشميشه اللي بغاتها، راه على الطب الصح والعمل، تاعي كذلك 520 درهم الغرام. هادو الاخوات الميزات فيها 6.57 مضروبه 520 اللي هي 3400 درهم، 3400 درهم، 68000 ريال، 68000 ريال الاخوات صحيحه اللهم بارك وكبيره. كاين عندنا كذلك الهميزات، عندنا واحد الانسومبل، ها هو انسومبل الاخوات في الهميزات، هذا ها هو انا غادي ندير لكم في الهميزات، عندنا في العلاقه والحلقه تاع هادو الاخوات في الهميزات. غنجيكم ونقول لكم الثمن تاعهم، هادو ثلاثة تيبقاو لكم الأخوات فيهم 3 غرام فاصله 5 مضروبة في 550 تيبقاو لكم ب 1900 درهم، 1900 درهم اللي هي 38000 ريال. شوفوا الأخوات حلقات، حلقات اللهم بارك مع السلسلة مع العلاقة تيبقى لكم ب 38000 ريال. وننتقل معكم للرادكو، شوف معايا هاد الرادكو الأخوات الإس، الاخوات تبقى لكم 515 درهم الغرام، 515 درهم. ما هي الاخوات شوفوا معايا كي دايره، هذا بروموسيون غندير لكم هاد الاسبوع في اثمنة مناسبة. هاد الاخوات نقول لكم غرامات ديالها، تاع 19 غرام فاصلة 15 مضروبة 515 اللي هي 9900 درهم، 9900 درهم الاخوات باش تقام هادشي 9900 درهم. وعندنا كذلك هاد الكوميتا تاع الخريشات، ها هي اللهم بارك شوفوا معايا طوب، هادي الاخوات تبقى لكم ب 6800 درهم، 6800 درهم، 6800 درهم. وعندنا كذلك خريشات اخرى، ها هي دايره 5000 درهم، 5000 درهم. شوفوا الاخوات كي دايره 100000 ريال. وعندنا الوريقات تاعو في الخريشات، هادو الجديد الاخوات، هاد الوريقات الاخوات شحال ديالين، دايرين 3100 درهم، 3100 درهم، جا الطوب، تجي زوينة في اللبسة. وننتقلو معاكم الاخوات للسلسلة تاع الشوبر، هاهي سلسلة ديال الشوبر غليظة اللي بها، الطول ديالها فيها 43 سنتيم اللي بها غليظة، الثمن تاع التاي كذلك 5000 درهم، 100000 ريال، 100000 ريال. وعندنا واحد الشوكة، هاهي في آية الكرسي الشوكة، كيما دا شي بيبي صغيور، هاهي شوف شوف معايا فيها، نحاول نقربها لكم مزيان باش تبان لكم، في آية الكرسي، الثمن تاعها تبقى لكم هادي فقط ب 530 درهم الغرام، 530 درهم الغرام، فيها 3.37 ضربة 530 اللي هي 1800 درهم، 36000 ريال، 36000 ريال. وعندي الاخوات اللي بغات قد الجوهر، اللي بغات قد الجوهر عندهم، اللي بغات قد الجوهر بغات تجيب بحال هكا في الجوهر
تكون فواحد التقيبات من هنا في الجناب هما تكون فواحد التقيبات من هنا وتيجي الجغر يعني خارج من هنا ومن هنا تجي زوينة في اللبسة. هاد الأخوات كي تيجي لها تيجي هاديك تيجي لها المهم واحد اللي مدليين اللي ما عرف سميتها سميتها اللي تيجي لها لتحت حنا درناها سامبل خاص درناها سامبل تشوفوا. هاد الأخوات نقول لكم الثمن تاعها فيها 4.63 ضربة 590 درهم اللي هي 2754 وخمسين ألف ريال. 54 ألف شوفوا معايا قداش اللهم بارك 54 ألف ريال. وكاين كذلك عندنا حلقات ديال الخميصة اللي دايرين 900 درهم اللي دايرين 900 درهم 18 ألف ريال. 18 ألف ريال هادو الأخوات شوفوا معايا 18 ألف ريال اللهم بارك 18 ألف ريال. وعندي خوت مات هما بلجين خوت مات جبتهم بلجين زوينين هما فيهم بروموسيون الثمن ديالهم 1500 درهم. شوف خاتم الاخوات بلجين كتاش ب 1500 درهم الله يلا زوين وصحيح حتى مطور كلي بجد صحيح 1500 درهم 30 ألف ريال خاتم بلجي 30 ألف ريال. واللي عجبتو شي حاجه الاخوات يسكريني وصيفط لي في الواتساب في الرقم تاعي اللي هو 06 07 24 24 53 وانا نرسل ليه المدينه اللي تتواجد فيها والطريقه والمعلومات اللي بيصيفط ليا صيفط لي الاسم تاعو والمدينه اللي كيتواجد فيها والرقم اللي خدام به واللي ساعه فاش توصل الامانه عند المدينه فين كاين تيتصلوا بصاحب الامانه يعني تعطيو الامانه تاعو وتخلصوا. هادشي اللي كاين الاخوات هو الطريقه تاع التعامل معنا. انتما كاين الاخوات هذه الكلاش هي والرومي تاعها هذه تبقى لكم فقط 1500 درهم. 1500 درهم شي حاجه طوب 1500 درهم سلسلة مع الغومي تاعها. وعندي كذلك موديل آخر هو هذا تاهو الأخوات فيه تاهو الغومي ديالو تاهو يبقى لكم 1500 درهم سلسلة مع الغومي تاعها. وكاين علاقة تاع طروالتي هاهي هاهي علاقة تاع طروالتي ديالها فقط 700 درهم ديال 14 ألف ريال. علاقة تاع طروالتي ديالها 14 ألف ريال. وكاين كذلك هاد العلاقة أخرى هي 800 درهم. الأخوات تبغى 800 درهم بغيتي في السلسلة تاع الكوميطا ولا بغيتي في أي سلسلة 800 درهم. وكاين هاد تاع الخميصة درت ليها 600 درهم هادي 600 درهم 12 ألف ريال 12 ألف ريال. وعندي خاتم مرياج للناس المقبلين على الزواج بالنسبة للناس اللي عندي في مشاركين معايا وبغاو خاتم زوين وبثمن مناسب وعرفتي الوقت دابا الاخوات غلات شويه دونك حنا غادي نعطيهم خاتم تمام زوين نحسبوا لهم فقط ب 1000 درهم